طمع ما له حد. اليوم كانوا رح يفضحونا قدام آروهي، عملوا مشكلة ما إلا أي طعم لحتى ياخدوا مصاري زيادة. بتعرفي لو انكشف سري اليوم وقت صدقيني كنت دفنتن وهن عايشين، وفوقها مايا وسوشانت لازم انزل فيهم ضرب، بلكي بيفتحوا مخهم شوي. بالأصل ما كان في داعي تجيب هيك ناس على القصر، صاروا يتمادوا ليعرفوا شو الخطة. ما عرفت تفكر بشي طريقة تانية لتوقع آروهي بالفخ؟ وبكل الأحوال بعتقد مانا شغلة صعبة إنك تخلي هيك بنت تحبك، وبالأخص إنها بنت عادية. تارا، مانك عم تفهمي، البنت اللي عم تحكي عنها بتحلم إنها تتزوج رجال غني وعنده قصر، بس كمان بتحلم تعيش بين عيلة بتحب بعضها. ما كان فيني أخسر آروهي ولا بأي شكل، لهيك عملت هي العيلة المزيفة، ولو ما عملت هيك كان راحت مع فيشال. مسكين فيشال، عن جد كل اللي قتلتهم كانوا ناس خاينين وبيستاهلوا القتل، وكان لازم يتعاقبوا ويدفعوا الثمن، بس فيشال هالمسكين مات بدون أي سبب. كان لازم يموت، بس أنتي لا بقى تعاقبي العالم على خطاياهن، ما في داعي تعملي خدمات اجتماعية، واليوم رح تلحقتي شاب ما بعرف مين هو ونفدتي بأعجوبه. لو المحقق لاكشيا واصل بعد كم دقيقة كان مسكك بالجرم المشهود. بس ما حدا مسكني لهلأ، فيك تروق ديب، حتى لو قدر المحقق يتوصل للحقيقة حبيبي ديب آروهي هي اللي رح تتعاقب. اللي عم تقوليه للأسف مانو مزبوط، آروهي اسمها، بس اللي رح تنسجن تارا اللي بتشبهها. أنا جبت آروهي على القصر وقبلت أني اتزوجها وعيش معها لحطها بالحبس، مو لحتى يكمشوكي عم تقتلي. عم حاول غطي جرائمك القديمة، ولهيك رح أخذ آروهي على كاسول شهر عسل، وأقضي أنا وياها كم يوم، ورح نزلها بنفس الأوتيل اللي قتلتي فيه الرجال بالمنفضة إذا بتتذكري. إيه حبيبة قلبي، من شو خايفة؟ مرتي ما رح تعرف شي، أنت بس تعي لهون بسرعة، ما بقى قادر استنى أكتر من هيك، حاجز لك غرفة غير شكل وعلى كيفه، رح يطير عقلك لما تشوفيها. ناطرك، تعي بسرعة ما تتأخري، رح نقضي وقت كتير حلو سوا. المنفضة اللي فيها عليها بصماتك، ما حدا انتبه لو اختفت من الغرفة، ولا انت جبتي لي سيرة. لو التقيت كانت هلا بصماتك صارت بسجلات الشرطة، تخيل المشكلة اللي كانت رح تصير. لا تخوفني ديب، خلاص اهدى، ما عم بترك ولا اي اثر وراي، ولو صار شيء من اللي قلته كانت الشرطة اجت واخدتني من زمان. اسمعيني، الشرطة ما بتعرفك لأنه لهلأ ما عندك أي سجل عندهم، والشي الأهم أنهم ما طابقوا بين الجرائم اللي صارت بكاسول مع اللي صارت بشاملة. تذكري شغلة واحدة، الشرطة ما بتطول لحتى تربط بين الجرائم، وإذا هالشي بيصير القاتل المتسلسل الميت رح يعيش مرة تانية، ولهيك ضروري روح وغير الدليل اللي تركتيه وراكي بالأوتيل، ولهيك رح أخذها لأروهي على كاسول لحتى تتبدل بصماتك ببصمات على المنفضة، ورح أعمل كل جهدي لخليها تمسك المنفضة اللي بغرفته، وبعدين خطوتنا التانية رح تكون نخلي المحقق لاكشيا يلاقي المنفضة، والباقي هو رح يعمله. إذا قدرت أنجح ويزبط كل شيء
رح تكون أول خطوة لحتى أنقذك. رح تنجح وأكيد رح تنقذني. بس في عندي طلب واحد تارا، وقت اللي بروح لهنيك إذا بتريدي. ما بدي تعملي أي مشكلة من ورا ظهري. أنا رايح على كاسول هلأ. فوراً سيدي. أنت لوين بدك تروح؟ أنا رايح معك، محل مو رايح. لامبو، أنت ليش بتضل لاحقني من محل لمحل مثل النحلة؟ ها؟ أه؟ شايفني عسل قدامك؟ لا سيدي، العسل بيكون... سكوت، أنا بقرر وين تروح. أنا رايح حقق بالقضية لحالي، وأنت خليك هون لحتى تغطي غيابي إذا حدا بيسأل عني، فهمتني؟ رغبت عليك سيدي. إذا سيد كورانا سألك قل له راح يشوف بنت. حاضر سيدي. يلا هات عطيني اياهم. سيدي بس شو بدك تعمل فيهم لهدول؟ اذا تحسنت الامور بدي شعله، فهمت؟ حاضر سيدي. بحبك كتير. وانا بحبك كمان. غمض عيونك. حلو كتير حبيبي، عن جد شكرا. متذكره اي وقت؟ ايه ساعه 2. وين؟ اوتيل رياض. فوتي فوتي حبيبتي، لأيمت بدك تخليني ناطر؟ وقفي. أنا بكره هالخاينين، كيف بتركه بدون ما ارتكب فيه جريمة؟ هذا هو الأوتيل، هذا اللي كنت أحكي لك عنه قبل. من زمان إجيت لهون بس مالي متذكر شيء أبدا. حابب إنه نحن الاثنين نعيش ذكريات حلوة وضل متذكرها لآخر يوم بعمري. بيكفيني إنه لما أطلع بعيونك شوف السعادة والحب كمان. وقف عندك. شكراً على التوصيلة، عزبتك. وأنا تركت لك هدايا بالطبون لأولادك. باي. لو سمحت طلع الشناتي. استعجل شوي بسرعة. شو جابهم هدول؟ وبنفس الأوتيل؟ صراحة أنا كنت عم بسمع عن كاسول كتير، وعن جد كنت حابة إجي أقضي كم يوم، بس ما كان في عندي أي وقت أبداً. شكراً إنك جبتني لهون. ليش في عندي إحساس إنه في حدا عم يلحقنا؟ رح يكون في عندك وقت كتير لتشوفي المنطقة، وأنا رح شوف كمان. شو بدك تشوف؟ عيونك. أولاً القدر جمعنا، وكمان صرتي مرتي وأغلى شي بحياتي كلها، وتاني شي القدر هو خلانا نقضي شهر العسل هون. شو عم يصير؟ المشتبه فيه والشخص اللي شاكك بالمشتبه اتنيناتهم موجودين بنفس المكان. مستحيل هالشي يكون صدفة، أكيد في حدا شاف البنت بالأماكن اللي صارت فيها جرائم القتل. مرحبا سيدي. أهلين. شو عم تعمل هون لامبو؟ أنا مو طلبت منك ما تلحقني؟ يا غبي قلت لك تغطي غيابي وتضل بشيملة. كان فيك تسألني إذا ما عندك مخ مشان تفكر.
إذا السيد كورانا بيعرف إنه اختفينا ما حدا بيعرف شو ممكن يعمل. لا سيدي، سيد كورانا ما رح يسأل عنا لأنه هو مسافر بإجازة هلا. عن جد؟ لكن يلا تعال فورا سيدي. مرحبا، في حجز لنا عندكم باسم رايت شاند. أهلا وسهلا أستاذ، كل الأوتيل كان ناطر لتوصلوا. شكرا. استنى عم لا تنزل، أنا رح ساعدك. لا تقربي لهون. شو قلت هالذوق هي؟ كيف تحكي مع الزباين هيك؟ هيك زباين وقحين ما بينحكى معهم. صار لي 32 سنة بشتغل هالشغل وما مرق علي مثل هالزبونة. ضربته لابني كف قوي بسبب شغلة تافهة كتير، ولحد هلأ في إذن ما بيقدر يسمع فيها. أنت عم تحكي عني أنا؟ مو معقول، إيدا لتارة شغالة بكل محل، ما بقدر أتركها لحالة لوقت طويل. أنا بظن أنه في سوء تفاهم، أنا هي أول مرة بيجي لهون بحياتي كلها، مو أنا اللي ضربته. ليك أكيد في سوء تفاهم، أكيد شي مرة تانية هي اللي ضربت ابنك. إيه إيه، نحنا بنحفظ الضيوف من بعد ما نشوفهم مرة واحدة. أنا متأكد إنه هاي هي. ما هيش، ما بصير تحكي مع الضيوف بهاي الطريقة. خود الشناتي وطلعون على الغرفة بسرعة. آسفة أستاذ، عذره لأنه رجال كبير وأحياناً بيحكي حكي بلا طعمة، بس هو رجال شريف وشغيل كتير، ولهيك حقك علينا. مو مشكلة أروهي، لا تضلي تفكري باللي صار هلأ، هذا رجال مخرف وفكرك اللي ضربتي ابنه أكيد ذاكرته ضعيفة. لا تشغلي بالك، لقلك شو حطي الشال على راسك، أساساً الطقس برد هون وهيك ما حدا رح يشوفك ويصيبك بالعين. يلا سيدي، في شغلة ما عم بفهمها. أروهي عم تقول إنه هي أول مرة بتجي على كاسول. الوضع مانو طبيعي أبدا. المدام رايتشاند عم تقول إنه أول مرة بتجي لهم. السؤال يلي خطر لي هو، يا ترى مين البنت يلي ضربت ابنه للخادم؟ انت ليش بتضل عم تضايقني كل الوقت؟ ليكون ديب قايل لك تحرسني لحتى ما اطلع. ليش انت ما حرستك يا مدام؟ نص حياتي مقضيها وانا عم انقذك من المشاكل، هذا واجبي، وعم اعمل هيك من لما كنت صغيره. انا ملعبك انت والاستاذ ديب على حضني. يلا افتحي تمك، ما رح روح من هون لحتى تعملي اللي قلت لك عليه. يلا. أنا خلص شكلي رح نام لأنه هذا الدواء بينعس كتير. لكن رح أطلع وما رح فوت لهون لتفيقي. ناديلي إذا لزمك أي شيء، بيجي فورا. أنا في عندي شغل وما فيني نام إذا ما خلصته. لساتك متضايقة من اللي صار مع الخادم؟ أروهي أنا بعرف أنك مستحيل تعملي هيك شيء، لأنه عندك ابن أخ وبتحبيه كتير، أنت بتحبي الأولاد كتير، مستحيل تضربي أي ولد هيك لحتى تخليه يفقد السمع بإذنه.
وانت مانك جاية على كاسول من قبل، اكيد في سوء تفاهم من طرفه. انت لازم ما تفكري بهي القصة بالذات، انا متأكد انه مستشبه عليك مو اكتر. انا ما بعرف ليش لامني على القصة، انا عن جد ما لي اي علاقة فيها. ديب، مين ما كان اللي ضربه لهالولد اكيد هالشخص ما في عنده قلب. كيف معقول اي حدا يرفع ايده على ولد صغير؟ اللي عمل هيك شخص اكيد ما في عنده اي قلب وما بيعرف يحب بنوب. الولد اكيد بيكون توجع كتير. ليكي، ما بنقدر نعمل شي هلا، بس بنقدر نساعدهم ونعطيهم مصاري لحتى يعالجوا للولد اللي انضرب. انت كتير منيح وعندك قلب كبير وبتعرف منيح كيف تحب، لأنه هذا الوش هو اللي علمني الحب. طيب ديب، قلي لوين رح تاخدني؟ شو برنامجنا لليوم؟ يعني كيف بدها تكون مفاجأة إذا رح قلك شو برنامجي بالضبط؟ بكل الأحوال أنا بحب يكون في تشويق بحياتي ومخطط لمفاجأة كبيرة. ولحتى ما خليكي تنسي شهر عسلنا بكل حياتك، تأكدي أنه كل يوم رح تلاقي شي جديد، وكمان كل يوم في مفاجأة جديدة. بدي اياكي اسعد عروس. اول مفاجاه بعلبه مسكره وموجوده بشنتايتك. قليلي، ما بدك تفتحيها؟ قليلي اروي. علبه وموجوده بشنتايتي؟ ايه اكيد. ليش لساتك قاعده؟ روحي افتحيها يلا. غريب كتير، مستحيل تكون صدفة إنه التقينا بالسيد والمدام رايتشاند وبهي الطريقة. كل يلي لازم أعرفه شو السبب يلي خلاهم يجوا لهون. أنا عطيت الدواء للمدام وهلأ هي نايمة. ممتاز، هلأ بقدر كمل الخطة تبعي وأنا مطمئن. واو، هدية؟ أوه، مفاجأة. شو في بقلبها؟ بقلبها في أحلامي. هلأ بسرعة روحي غير تيابك وشوفي أحلامي بعيونك الحلوة. روحي 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 بسرعة بسرعة. ماشي. وهلأ رح تبلش أول مرحلة من الخطة. ولازم بشي طريقة خلي بصمات أروهي تنطبع على هي المنفضة، لأنه تارا ضربت الرجال بهي المنفضة. وبعدين لازم حط شعرها لآروهي بالمحلات الصح، ووقتها كل شي رح يمشي حاله. ديب، هذا الفستان كتير صغير، أنا بحياتي كلها ما لبست هيك فستان ضيق وصغير من قبل. اللي فيني أنا أرجع غيره؟ أروهي، هذا حلمي، مانو مجرد فستان. وبحلمي أنت تلبسي هيك فساتين عصرية، وبشوف أنه هالفساتين بتلبق لك، لهيك إذا بتريدي البسي الفستان وطلعي يلا. ديب، بترجاك خليني ألبس شي تاني. ليك يا أروهي، إذا مانك حابة تلبسي للفستان مو مشكلة، خلص اطلعي هيك، ما عندي أي مشكلة. كون مبسوط وقت أنت بتكوني مبسوطة. غبية، هلأ رح تتأثر بحكي وتطلع لابس الفستان. كتير منيح، مين ما كان اللي شاف تارة من قبل رح يكونوا شافوها بهذا الفستان، وكمان رح يفكروا إنه هي تارة ورح يتذكروا اسمها لإلها. أروهي، مجرد تأخير صغير رح يكون طويل بشهر العسل،
لهيك اطلعي بسرعة يلا. غريب المحقق لاكشي على شو عم يدور هلأ وعلى أي قاتل عم يدور هون. لا تخاف، أنا رح أعطيك القاتل بذات نفسي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.